يا اخي يا اخي يا بياع العتايق. امرين يا اختي، عندي انصليه بدي بيعها، الك مصلحه؟ معلوم لي مصلحه، بس بدي اشوفها بالاول. بدك تشوفها؟ ايه مو مشكله. اخذي لنا طريق اختي، اخذي لنا طريق. تكي يا اخي لافتح لك. فوت يا اخي فوت. يا ساتر. يلا يلا. الأوضة اللي على شمالك. يا ساتر. يا ساتر. والله ورماك الهوى يا ناعي، هون هدى الطير وطار، هون هدى الطير وطار، ولي على بدني شو هالمرة اللي بتاخد الأعين. ولكن شلون بدي اطلع لبرا واترك هالقشطة والعسل؟ شلون عم لك اطلع لبرا؟ اطلع لبرا يا حقير يا واطي يا ندل، يا ما تطلع لبرا. يملك ما تفكر كيف طالع مثل الشيطان الرجيم اللي من هون ولا شلون بدي اطلع من هون قبل ما ادوق القشطة والعسل يا حبيباتي؟ شلون فشرت عينك يا ابن الحرام، فشرت عينك. خلصنا بقى، كني انت وياه ولد، ولا طالعوا صوا، خلونا نصطيش مع بعضنا، ولا من جاب ولا من دري. ولك ما فشرت يا ابن الكلب، روحك بدي طلع لك اياها. ولك تعال خير، الله يجعله خير. شو صاير عندهم؟ ابصر، لا حول ولا قوة الا بالله، بس كأنه من هون جاي الصوت. اكيد ليه الصوت؟ من بيت ابو صابر الله يرحمه. ابصر شو صاير عندهم. يا اهل الحارة يا حارة يا حارة. شو عم تسوي جوا؟ انا ما 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 سألتك شو عم تعمل عند المسورة؟ ما 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 يا رجال الحارة الحقونا. اهدي اهدي يا اختي، انا ابو طالب ورجال الحارة كله بخدمتك. احكي. يخلي لك وش السعد يا اخي وتفرح فيها، تلحق هذا النجس بياع العتاية وتقلب. والله يخليك. شو عمل معي؟ الخسيس الخسيس حاول يتراسل علي انا وجارتي محمد. الحقني يا ابو طالب. لا يا عاطل كذب اهدى كذب يا سيدي يا ابو طالب، والله كذب كله كذب. العلي ما دفعت لك حق الا وصيه مثل ما بدها، صار بدك تبلاني وتحط من قرارتي ومش جاني انا وكيلها. شكو شكو شو يا شباب؟ هذا العاطل حاول يعتدي على مرت المرحوم ابو صابر. لا شو عليك يا واطي؟ يا ساتر يا رب. كسب يا سيادنا، كسب كسب كله كسب. خرج يا شباب، طلبنا الهربه يا جماعه، طلبنا الهربه. بعدين كل حادث حديث. مزبوط، الحال كذاب لا ورا الباب. خير 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 يا اختي، شو صاير احكي لنا. ما لحق هذا الدجس يفوت على الاوضه لحتى يشوف الانصيه، ما لقينا غير دافش الباب علينا وفايت مثل الشيطان. هي والله يا سيادنا، لو ما كنت عند اختي مصابر الله اعلم شو كان صار بحالنا. استغفر الله العظيم، يا ساتر يا رب. لا يا واطي لا لا على حلم الشهيد بالبيت. اه يا بنتي دخيل الله، ما بقى فيني ما بقى فيني، دخيل الله ساعدوني. اه يا امي شو على حالك شو بدك؟ يا الله يلا بزن واحد احد، لا تقولي لا جبتي بس. يا الله دخيلك بسرعه يا بنات، هاتي ما تسخني. انا خاطر
مستحيل ما خالتي تضايق، جبنا الماي السخنة. يا عمود هاي اللي انتو بعدين مشان الله يا عمود. ليش طولت امك لك مريم؟ ما بعرف. وقلتك رح تجيب بنت ولا صبي؟ هي تقوم بسلام وشو ما جابت نملك الحين. مبروك مبروك بنت مثل فلقة القمر. يا رجال الله يديمك، الله يحميكم، اهلا وسهلا ان شاء الله ما بنرد الا بالافراح. لا سلامة يا بي، الله يسلمكم يا حبيبات قلبي. أبو طالب حبيب قلبي، أنا تمنيت وترجيت رب العالمين يطعمني صبي يجبر بخاطرك يفرح لك قلبك، بس بعدي اسمه هالرب ما طعمنا غير هالبنت. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله، كان هناي رب العالمين يرزقني بصبي يحملني بكبرتي. يا أم طالب ما بزل عليكي، لما رجعت من الحج وخبروني الشباب انه الله رزقك البنت، نهرت نهرت وعصني قلبي، وكانت الدمعة رح تقمز أمس من بين عيوني. لكن لما جيت وشفت هذا الوش الملائكي، ليكي ليكي يا سبحان الله، والله فرحت فرحة بعمري ما دقت مثلها. بتعرفي يا مطالب عندي اياها بسبعين رجال. يطول بالك تقبرني، لا تتولع كتير فيها، بيقولوا هالشي ما بينفع. بعدين لا تنسى عندك صالح ومريم سعر هون بسعرها. لك والله مو بايدي مو بايدي، بس كمان البنات لهم حق عليك. ليش مريم وصالحة مين قال لك مو غالين علي؟ والله العظيم غلاوتهم غلاوة عيوني اللي بشوف فيهم.
لك ان شاء الله بتقبر قلبي لك. الله يخلي لنا اياك وديمك فوق راسنا يا حق. تفضل ابن عمي تفضل. يا ابو طالب يا حبيب قلبي، البنات صايرين عم يغاروا من اختهم وش السعد، وانا خايفه هالشيء ياثر على محبتهم لبعضهم البعض. شو هالحكي؟ الله وكيلك. لا لا ما بيجوز، بنتي يا دوبة هالشيء كلام عم يغاروا منها ما بصير بنوم. انا عم بسمعهم كيف عم بيحكوا معه، على طول بيقولوا له ابوكي بيحبك اكثر ما بيحبنا يا ام نص لسان، ابوكي بيجيب لك اكثر ما بيجيب لنا يا فصعونه. لا الله وكيلك. حبيبات قلبي ولا يهمك، مريم وصالحة دبرتهم عندي. إن شاء الله بتقبر قلبي، دير بالك من هالناحية. بدك شي؟ بدي سلامتك، دير بالك على حالك، الفرنساوية عم ينغلوا نغل بالحارة. ما تخافي علي، أنا أبو طالب قد وقت وبعجبك. إن شاء الله بتقبر قلبي يا حق. الله معك، هوني، حفيظ يحفظك. يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصبر.